باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح 13 من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. في إصحاح 13 من عدد 1-7 بيقول: لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، أما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، وانظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. أمين. نشكر الله في هذا الأسبوع أعطانا الله نعمة تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في احتفالها بالسنة 50 أو اليوبيل الذهبي، بمشاركة معظم أعضاء المجمع المقدس في يوم بهيج ويوم مفرح لنا جميعا، وبيكون صفحة من صفحات التاريخ. والنهاردة نشكر الله برضو أتمينا سيمينار المجمع المقدس اللي شارك فيه عدد كبير من أباء المجمع المقدس من مصر ومن خارج مصر، وبعضهم بحسب ظروفهم موجودين النهاردة ويانا. ولأن هذه صفحات من التاريخ، أحب أتكلم وياكم في حلقة من الحلقات اللي حبيت أبتديها من كذا شهر تحت عنوان التاريخ فخر الكنيسة. أنا اتكلمت قبل كده حوالي 7-8 مرات في حلقات منفصلة، اتكلمت عن الرسل أعمدة الكنيسة، والرهبنة جوهرة الكنيسة، والكتاب المقدس فكر الكنيسة، والقداس حيوية الكنيسة، والأسرة أيقونة الكنيسة. والنهاردة أحب أتكلم وياكم عن التاريخ فخر الكنيسة. ولما كنا بنعد لاحتفالية قداس التدشين، تدشين الكاتدرائية، حبوا الخدام انهم يحطوا شعار، فقعدنا نفكر ايه الشعار المناسب اللي نحطه، فاخترنا شعار لطيف: كنيسة مصر تاريخ وفخر. كنيسة مصر تاريخ وفخر. ف تأملنا في الليلة دي في هذا المساء عن التاريخ فخر الكنيسة. يمكن بعضكم بيسأل دلوقتي: طب والجزء اللي قريته ايه علاقته بالتاريخ؟ الجزء اللي قريته هقراه تاني دلوقتي بيمثل مشاهد من التاريخ الإنساني. تعالوا نشوف. لتثبت المحبة الأخوية، لما هتقرأ التاريخ الإنساني هتلاقي المحبة الأخوية هي التي كانت ثابتة تثبت مشاهد في التاريخ. لا تنسوا إضافة الغرباء، لها مواقف ومشاهد في التاريخ، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. الحكاية مش بشر بس، ده في بشر وملائكة التاريخ. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم. التاريخ الإنساني مليان بسير المقيدين وليس التاريخ المسيحي فقط. ليكن الزواج مكرما، الزواج مكرم وتكوين الأسرة مكرم عبر التاريخ. في المقابل العاهرون والزنا سيدينهم الله. قصص التاريخ اللي فيها الخطية هتجد إدانة ودينونة أمام الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، مشاهد محبة المال في التاريخ والحروب والصراعات من أجل المال لا تنتهي. كونوا مكتفين بما عندكم، ودي خبرة تاريخية.
اللي هي بيعبر عليها احنا في المجتمع المصري نقول ايه؟ اهم حاجة الستر والصحة. بنقول كده اهم حاجة الستر والصحة، مكتفين بما عندكم. لانه قال لا اهملك ولا اتركك. التاريخ طوله، الله يرعاه. حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف ماذا يصنع بانسان. ربنا صاحب التاريخ. وبعدين في النهايه يقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله، انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. التاريخ، كلمه تاريخ هيستوري معناها هيز ستوري، قصته، قصه الانسان. اول حاجه نحطها قدامنا ان الله سيد التاريخ. كل ما نراه على الارض صاحبه ومحركه هو الله، بس بيبان في الصورة ايه؟ فلان عمل، فلان عملت، فلان راح، فلان جه، لكن المحرك هو الله. الله سيد التاريخ وهو ضابط الكل، ضابط كل الحياة. ومن هنا تأتي الطمأنينة عند الإنسان صاحب الإيمان، لأن طالما عندي هذا الإيمان، إيماني بالله، فالله هو اللي بيقود التاريخ. خلاص، زي بالظبط إيه المشهد الجميل اللي كلنا بنشوفه، أب ومسك ابنه الصغير وماشي في شارع زحمة، زحمة جدا زي الشوارع الكبيرة اللي موجودة في القاهرة مثلا. الولد الصغير لا يفكر في شيء إطلاقا نهائيا، لا يفكر هو رايح فين، ولا يفكر الطريق صح ولا غلط، ولا بيفكر هو هيتعرض لأي حاجة، ده في إيد أبوه. وأبوه يقوده من دقيقة لدقيقة وهو في كامل الاطمئنان. هكذا صنع الله عبر التاريخ كله، من أول آدم مرورا بشخصيات كبيرة، وصولا إلى إبراهيم أبو الآباء، ثم شخصيات أخرى، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كل الامتداد ده عبر التاريخ كله إلى أن جاء ملء الزمان، وهي إشارة تاريخية، وتجسد ربنا يسوع المسيح. فأول حاجة حاول نحطها قدامنا في التاريخ أن الله هو سيد هذا التاريخ. وبما أنه سيد هذا التاريخ والله حي، فالتاريخ حي والتاريخ لا يموت، وبالذات التاريخ المقدس لا يموت. دي أول حاجة نحب نعرفها، أن الله سيد التاريخ، فاطمئن أيها الإنسان. الأمر الثاني أن التاريخ هو الحياة، هو حياة الإنسان، هو كل التفاصيل. لما بنعيش التاريخ، والتاريخ لأنه حياة فهو يعطي قوة للإنسان. ومن المعارف المهمة جدا أن الإنسان عندما يتقلد أي منصب أنه يعرف التاريخ بتاع المكان اللي هو هيبقى فيه، التاريخ، لأن التاريخ هو الذي دائما يعطي إلهام. أحيانا بيقولوا التاريخ بيعيد نفسه، والمقولة دي لحد ما صحيحة مع العبارات أو المشاهد اللي قدمها لنا بولس الرسول في نهاية رسالة العبرانيين. التاريخ هو الحياة، ولذلك معرفة التاريخ هي معرفة للحياة. عندنا أنواع من التاريخ، عندنا مثلا تاريخ المسيحية في العالم كله، بدءا من المسيح وتجسده وما كان قبله وما بعده، امتداد التاريخ المسيحي. عندنا تاريخ الكنيسة،
وتاريخ الكنيسة ده له عصور كتيرة خالص، ومش تاريخ كنيستنا بس، ده تاريخ كل الكنائس اللي في العالم. كل كنيسة لها تاريخ ولها حكايات ولها تعابير في هذا التاريخ. عندنا تاريخ الكنيسة المحلية، الكنيسة اللي أي واحد فينا بيحضرها لها تاريخ، ابتدت ازاي واتنشأت ازاي، لدرجة ان لو حبينا نعمل قصص عن انشاء الكنائس هنلاقي حكايات كتيرة وأعمال الله، وكل واحد فينا عنده خبرات. عندنا تاريخ أيضا نوع تاني أو تالت أو رابع، تاريخ الكتاب المقدس. والتاريخ الكتابي من أروع أنواع التاريخ لأنه بيمتد عبر قرون كثيرة. عندنا كمان تاريخ الوطن، البلد اللي عايشين فيها، تاريخ مصر. وعايز أقف وياكم قليلا عند هذه النقطة، إن تاريخ مصر من الدول اللي تاريخها مقدس. ليه؟ لأن التاريخ المصري ارتبط بالعبادة وبالأبدية. فمثلا قدماء المصريين الفراعنة لم يتركوا لنا سوى حاجتين، معابد ومقابر. معابد زي معبد الكرنك مثلا، معابد كتيرة يعني بس ده من أشهرهم، ومقابر. المقابر زي الهرم، ما كلمة هرم يعني مقبرة، وده يبين معابد يعني عبادة، مقبرة يعني خلود. وطبعا تاريخ الموميات وتاريخ التحنيط والحاجات دي كلها. فالتاريخ الفرعوني تاريخ مقدس، وإخناتون كما يقولون أول من نادى بالإله الواحد، ده في العهد الفراعنة. ثم جاءت المسيحية وجت في اسكندرية، طبعا برضو بترتيب الله والتاريخ. ليه؟ لأن اسكندرية كانت مدينة متعددة الثقافات، سموها كوزموبوليتان، يعني مدينة فيها ثقافة عالمية. الثقافة العالمية دي ثقافة يونانية وثقافة وثنية وثقافة رومانية، ثقافات قبائل كثيرة. فجت المسيحية فيها وابتدت منها، وابتدت تتحول شوية بشوية إلى صارت الأسكندرية كلها مسيحية، وتاريخها يشهد بكده، ونسميه التاريخ اليوناني الروماني. أصل في التاريخ حاجة مهمة قوي، إن المنطقة كلها كانت استعمار روماني من الناحية العسكرية، واستعمار ثقافي من ناحية اللغة اليونانية. يعني الإمبراطورية اليونانية استعمرت العالم باللغة، والإمبراطورية الرومانية اللي تولد في عهدها المسيح استعمرت العالم من ناحية العسكرية، وبقول الاثنين ماشيين ورا بعض. دول اللي احنا بنسميهم النهاردة باللغة المعاصرة جدا السوفت باور والهارد باور، القوة الناعمة اللي هي اللغة، والقوة الجامدة اللي هي القوة العسكرية. تاريخ، تاريخ. احنا في كنيستنا لغاية النهاردة بنستخدم كلمات تعود إلى اللغة اليونانية، ونستخدم كلمات تعود إلى اللغة اللاتينية. تاريخ. فتاريخ الوطن الفراعنة، ثم المسيحية اللي استمرت وانتشرت وامتدت، وكانت الأسكندرية هي أول مدينة في قارة أفريقيا تنال الإيمان بالمسيح. أحيان نقول ماري مرقس كاروز مصر، هو الحقيقة مش كاروز مصر، ده كاروز أفريقيا، لأن من الأسكندرية انتقلت وانتشرت المسيحية لغاية ما وصلت إلى جنوب أفريقيا وإلى شمال أفريقيا كلها، بلاد مرورا بالبلاد اللي في شمال أفريقيا. تاريخ. تاريخ الوطن امتد في القرون المسيحية لغاية القرن السابع، ثم دخول الإسلام
والحاجة الجميلة إن مفيش حاجة لغت أو لاشت إلا قبلها. حصل نوع من، ودي الشخصية المصرية في التاريخ، إنه حصل نوع من الامتزاج. فالفرعوني مع المسيحية مع الإسلام، ثم مع الحضارة الأفريقية، ثم مع حضارة اللغة العربية، ثم مع حضارة البحر الأبيض المتوسط، خلقوا توليفة من الحضارة اللي مش موجودة في أي مكان تاني. تاريخ. وهذا هو التاريخ اللي بنعيشه عندنا في مصر. ولذلك نقول أن تاريخ مصر تاريخ مقدس. ومن هنا ما نستغربش أن مصر كجغرافيا ذكرت في الكتاب المقدس مع كلمة المصريين حوالي 700 مرة، ودي الدولة الوحيدة اللي اتذكرت بهذا التكرار الكثير جدا، لأن تاريخها مقدس. ضيفوا على كده في تاريخ العلوم، وفي تاريخ الفلسفات، وفي التاريخ الأشمل بقى اللي هو تاريخ الإنسانية. كل واحد فينا جزء من التاريخ ده. ولذلك من الأهمية بمكان، وزي ما هقول لكم على بعض النماذج، إن نحن لازم نعيش التاريخ ولازم نقراه نعرفه ويبقى شاغلنا. حتى في مكتباتنا لازم يبقى فيه جزء كبير قوي عن التاريخ. التاريخ هو الحياة. نمرة 3 قلت لك، نمرة 1 الله سيد التاريخ، نمرة 2 التاريخ هو الحياة، نمرة 3 التاريخ أقوى معلم. أقوى معلم للإنسان هو التاريخ بكل أشكاله. والتاريخ بالنسبة لنا في الكنيسة أن التاريخ يحكي عمل الخلاص اللي بنتتبع به رحلة الخلاص كلها، بدءا من آدم، ثم محطة التجسد، ثم محطة الصليب، ثم محطة الكنيسة، ثم محطة الأبدية. التاريخ يحكي لنا رحلة الخلاص، عشان كده هو تاريخ مقدس وهو أقوى معلم. وبنعتبر أن السيد المسيح هو مفتاح التاريخ كله، ولذلك هو الوحيد الذي بسببه الزمن اتقسم قبل الميلاد وبعد الميلاد، فبقى هو العنصر الرئيسي في قصة التاريخ كله، فهو مفتاح التاريخ كله. تعالوا نشوف مثلا بعض النماذج في كنيستنا. مثلا كنيستنا تحرص بشدة على كتاب السنكسار. كتاب السنكسار ما هو إلا تاريخ يومي، وتاريخ يومي واخد صفة الفرح، نعيد في هذا اليوم بتذكار كذا، نعيد حتى لو كان الحدث اللي هيتذكر حدث فيه ألم، في تعب، في حزن، في ضيق، لكن نعيد. وخد بالك بيتكرر التاريخ ده عبر أيام السنة كلها ما عدا فترة الخمسين يعني تقصيا، علشان نعيش في خبرة الفرح على الدوام. فبقى التاريخ مؤدي إلى الفرح في حياة الإنسان، ومؤدي إلى الغنى. نعيد في هذا اليوم للقديس فلان، للقديسة فلانة، للشهداء، لتذكار كذا. كل الحاجات دي بتسبب نوع من الغنى للإنسان. السنكسار، والسنكسار كتاب مفتوح وليس كتاب مغلق، يعني كتاب بيتجدد على طول، بيضاف له باستمرار زي ما بيحصل في تاريخ الكنيسة.
وكلنا عارفين المعلومة الجميلة إن سفر أعمال الرسل السفر الذي لم ينتهي بكلمة أمين، فهو سفر مفتوح وبيكمل من خلال السنكسار اللي بيحكي التاريخ. ولما بنيجي نرسم أباء أسقفة بنرسمهم بعد الإبراكسيس، بعد السنكسار، مو السنكسار الإبراكسيس والسنكسار، ونرسم كأن رسامة كل واحد من الأباء الأسقفة هي استكمال للتاريخ، هي صفحة من صفحات التاريخ. وهنا أعظم المسؤولية الخطيرة اللي بتبقى على الإنسان. وشوفوا يعني وعي الكنيسة القوي للنقطة دي. لما بنيجي نرسم الأب الكاهن بنرسمه بعد صلاة الصلح، لأن عمله الأساسي هو الصلاة وقيادة الصلاة مع المؤمنين. لكن لما بنيجي نرسم الأب الأسقف أو الأب البطريرك بنرسمه بعد السنكسار عشان نقول له إن أنت دلوقتي بتسجل تاريخ، بتسجل تاريخ، بتكتب تاريخ. الصفحة يبقى شكلها إيه؟ اللي هيبقى مكتوب فيها إيه؟ ودي خطورة. وأيضا من التدريب اليومية التقليدية في أسرنا المسيحية إن احنا نقرأ كتاب السنكسار ده في البيت. ومن التقاليد الجميلة يمكن بعضكم شايف الحكاية دي، يجي يقولوا إيه جاي لنا مولود عايزين نسميه، طب هات لنا كتاب السنكسار، افتح كتاب السنكسار وابتدي إيه نشوف كده نفر أسماء قدسية، الاسم ده حلو يلا نسمي البنت اللي جاية مارينا. وأحيانا يقعدوا يدوروا على أسماء يمكن تكون غريبة أو يعني مش مألوفة أو مش مستخدمة كتير. شيء مهم السنكسار، فكتاب السنكسار من الكتب ومن الاختبارات الروحية اللي بنعطيها لأولادنا، أنه لازم يقرأ كتاب السنكسار كل يوم ولازم يتقرأ في الأسرة. وكمان من الحاجات الحلوة أن الأسرة بابا وماما يحكوه كحكاية، حكاية كل يوم، عارفين الحكايات بتاعت كل ليلة عشان الأولاد تنام، الأطفال يناموا، إيه المانع أن احنا ناخد الحكاية دي ونحكيها ببساطة شديدة بما يتناسب مع استيعاب الطفل. السنكسار مناسب للسنكسار أيضا أو مقابل له كتاب الدفنار اللي بنقرأ في نهاية التسبيح، وبيبقى جزء تسبيحي عن قديس اليوم اللي بنحتفل بيه وبنتذكر جهاده وتعبه وسيرته وفضائله وبعض أقواله. من صور التاريخ كمان في الكنيسة مجمع القديسين. تصور مثلا في مجمع القديسين في القداس أو في التسبيحة كم اسم موجود، واجمع كده كل اسم عاش كم سنة، يطلع لك مئات من السنين ويطلع لك تاريخ. مثلا في مجمع القداس بنركز أساسا عن الذين قاموا بحفظ الإيمان، ونبتدي بأمنا العذراء باعتبار أن هي الممثلة للمرأة كلها، دي أم النور. وبعدين نبتدي نذكر بقى أسماء من القديسين، وبعضهم من مصر وبعضهم من بره مصر وجنسيات أخرى، يوحنا ذهب الفم جنسية، القديس غرغوريوس الأرمني جنسية تانية. وحين نذكر مجموعات، 318 في مجمع نقيا، 150 في القسطنطينية، 200 في أفسس، الثلاث أباء مقرات القديسين، مجموعات. وأحيانا نذكر تلاميذ، قديس أنبا بولا، القديس أنبا بشوي، قديس أنبا حسقيال، قديس بولا الطموهي، قديس أنبا بخوميوس، قديس أنبا تدرس، قديس أنبا ويسا، أنبا شنودة رئيس المتوحدين، وأنبا ويسا تلميذ، وهكذا مشاهد من التاريخ. فمجمع القديسين صورة من صور التاريخ.
والدفناء ومجمع التسبحة بالمثل. وإحنا في حياتنا الكنسية بنستخدم التاريخ بصور كثيرة. فمثلا من الحاجات المهمة جدا اللوحة الرخامية، اللوحة الرخامية اللي بتسجل كل حدث، ده تقليد قديم جدا في الكنيسة. كانوا يسجلوا زيارات الأباء البطاركة في الأديرة على جدران الكنيسة، يا بالنحت يا بالكتابة، قبل ما يبقى في حكاية الرخام والكتابة على الرخام. يسجلوا الزيارات المهمة لشخصيات مهمة عن طريق اللوحة الرخامية، ده مثال للتذكار. مثلا من الحاجات المؤثرة جدا كتابة المذكرات والسير البيوغرافي. اتصور بقى لما بنقرا مذكرات فلان او نقرا سيره فلان، ويبتدي يعني مثلا مره ذكرت قدامكم ان احد الفنانين الكبار في مصر الفنان يوسف وهبه كتب كده كتاب مذكراته تحت عنوان لطيف قوي، عشت 1000 عام. فيش واحد بيعيش 1000 عام، طب جاب 1000 عام دي منين؟ هو لما أدى في التمثيل بتاعه أدى شخصيات، مثل شخصيات، فبقى كل شخصية كأن عمرها أضيف له، فقال كده عشت 1000 عام. مثلا مذكرات بقى بتاعت كل الشخصيات، وإن كان هذا التقليد مش معروف في كنيستنا ولكنه تقليد في غاية الأهمية. يعني يقول لك حد شيء زي يكتب سيرة حياته أو مذكرات حياته، وبالذات إحنا كرهبان الحكاية دي ما نعملهاش، لكن هي في واقع الأمر خبرة الحياة التي تسلم للأجيال. الدكتور بطرس غالي حب يكتب 5 سنين بس في حياته اللي قضاهم في الأمم المتحدة، فخبرته راح معبر عليها بكتاب لطيف قوي، ولا 5 سنوات في بيت من زجاج، الأمم المتحدة المبنى بتاعها بيت من زجاج، يعني أبسط حاجة تكسره. فكتابة السيرة ليس تخليدا فقط، ولكن أيضا نقل الخبرة. احنا يعني كنا نعرف القديسة دميانة دي منين؟ بسيرتها وبالعظمة بتاعتها وبالعذارة اللي كانوا وياها، هكذا مريمينا، هكذا القديسة مارينا، هكذا هكذا. فكتابة السير أيضا شيء من الأشياء المحبوبة للإنسان والمعلمة اللي بتعلم الإنسان. برضو من الحاجات الجميلة اللي في كنيستنا الأيقونات، يمكن زي بعض الأيقونات اللي موجودة دي مشاهد من التاريخ، مشاهد. حتى وجود الأيقونة هو مشهد تاريخي، لما بنحط القديس أي قديس بنحط التاريخ بتاعه، تاريخ، وبنسميها أيقونة لما بتدشن علشان بترسم قدامنا سيرة روحية، وتدشن بالميرون بعمل الروح ان هؤلاء عاشوا الحياة الروحية. وممكن نحط تذكارات كتيرة موجودة واحداث، حتى في الكاتدرائية اللي دشناها من يومين كان من ضمن حاجات واحنا بنفكر فيها ازاي نحط بعض الاحداث اللي حصلت في 50 سنة دي. يعني حدث زي عودة رفات القديس أثناسيوس، أثناسيوس قديس ومعروف في كنيستنا، لكن ده حدث لما تم سنة 73 ورفاته من خلال البابا شنودة. وقيسوا على هذا حدث المجمع المقدس لما اعترف بقداسة البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جير، ده حدث، لأننا من 50 أو 60 سنة لم نعترف بأي سيرة قديس، فده حدث. فظهور أمنا العذراء في الزيتون حدث، ويجب أن يسجل زي ما بيسجل في كتاب
ويسجل في سنكسار، بيسجل في لوحة، بيسجل في أيقونة، بيسجل في أي رسم، بأي صورة. فالأيقونات أيضا وسيلة من الوسائل. من الوسائل أيضا اللي بتستخدم في تسجيل التاريخ، وإحنا كلنا يعني تعلمنا عليها في كتاب بستان الرهبان، لما يقول لك سأل أخ شيخ أو قل لي يا أبي كلمة منفعة. ما هدي عبارة، ما كانش زمان في ريكوردر، ما كانش في حاجة وسيلة ولا موبايل عشان أسجل بيه صوت حد، ما كانش فيه. لكن كان تسجيل هذه العبارات، وكان لما السياح يجي يزوروا الأديرة بتاعتنا ويتقابلوا ويا السواح والنساك كده ويكتبوا بعض العبارات على لسانهم، ما هو ده تسجيل للتاريخ. تصوروا مثلا معايا سيرة القديس أنبابولا أب السواح أو أول السواح، لما ما نعرفش في سيرته غير العبارة الجميلة: من يهرب من الضيقة يهرب من الله. خمس كلمات. مش معقول السيرة اللي عاشت عشرات السنوات دي كانت على كده، لكن دي اللي تسجلت واتنقلت لينا ووصلت لينا. وتسجيل التاريخ تسجيل مهم، تسجيل مهم، معلم للأجيال. كلمة المنفعة تسجيل، حتى تسجيل التاريخ زي القديس أغسطينوس لما سجل اعترافات أغسطينوس، أيضا كانت هذه الاعترافات وسيلة تعليم. الخلاصة أن التاريخ جزء لا يتجزأ من العبادة الكنسية. ومن الحاجات الجميلة اللي كانت تحصل زمان قبل ما يبقى فيه حضانات، كان الأم تسيب أطفالها عند مامتها اللي هما جد وتيتا. يوم جد وتيتا يقعدوا يحكوا حكايات للأولاد للأطفال، وكانت دي وسيلة لنقل التاريخ، بيحكي حكايات من اللي حصلت وياه. النهاردة بنحط أولادنا في حضانات، ما عادش فيه الحكايات بتاعت جد وتيتا، فما عادش فيه اهتمام بالتاريخ، ولذلك حصل انفصال في الأجيال، كل جيل بقى طالع لوحده. كان زمان فيه تواصل. ومن أقوى التدريب في التربية إن أنا أسيب الولاد الصغيرين مع تيتا وجده، ده تدريب، بالذات لو جد وتيتا دول صحتهم كويسة وطريقتهم كويسة، ويعني بيقدروا يستحملوا العيال اللي بتعيط واللي بتتشاء والحاجات دي، ويقعدوا يحكوا وياهم الحكايات عندهم طولة بال بالشكل ده، بلا شك بتجيب نتيجة كبيرة. الخلاصة أننا في الكنيسة التاريخ جزء لا يتجزأ من جوهر العبادة الكنسية، ولا نستطيع أن نفهم تاريخ الكنيسة دون أن نفهم تاريخ العقيدة. تاريخ الطقس حتى له تاريخ، ولما بنعرف التاريخ وبنعيش فيه بنقدر نفتخر بكنيستنا، بنفتخر بكنيستنا اللي قدمت إيمانها المستقيم في الصور الثلاثة المشهورة، قدمت الإيمان من خلال معلمين اللاهوت اللي ظهروا وبرعوا في التاريخ، وقدمت الإيمان من خلال الشهداء اللي قدموا وكتبوا إيمانهم بدمهم. علماء اللاهوت كتبوا الإيمان وسجلوه بأفواههم بعقولهم. ونمرة اثنين، الشهداء قدموا الإيمان بدمهم بحياتهم. والشكل الثالث من تقديم الإيمان النساك والرهبان أو الرهبانة التي قدمت الإيمان بالنسك وبالزهد. وده التاريخ العظيم اللي في كنيستنا، إن تاريخنا هو إيماننا، وإيماننا اتقدم بالصور دهية، بصورة التعليم وبصورة الشهادة وبصورة النسك.
بصورة المعلمين وبصورة الشهداء وبصورة النساك. وده اللي بيخلينا نعرف ان التاريخ عندما نهتم بيه ونعرفه ونفهمه نتعلم منه، نتعلم، وهو أقوى معلم زي ما قلت، أقوى معلم في حياتنا. شيء مهم انك تعرف تاريخ المكان اللي انت فيه، شيء مهم ان احنا نعرف تاريخ الأسلاف اللي سبقونا وعملوا ايه، اتصرفوا ازاي، واجهوا المواقف ازاي في الحياة. التاريخ بيحكي لنا كيف ندبر حياتنا، وخبرات التاريخ في الجزء اللي انا قريته ده اللي بيكتب فيه القديس بولس الرسول ويقول لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. وتاريخنا المسيحي وتاريخنا القبطي تنطبق عليه هذه العبارة جدا، لا أهملك ولا أتركك، عبر 2000 سنة من التاريخ وما قبل التاريخ أيضا، يعني من أيام نبوة أشعياء لما قال في ذلك اليوم يكون مذبح في وسط أرض مصر قبل المسيح بحوالي 700 سنة، ومرورا وينطبق علينا القول ده لا أهملك ولا أتركك، الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع به الإنسان. التاريخ بالحقيقة هو فخر كنيستنا، والحديث عن التاريخ مش بنحكيه كحاجة ماتت، بنحكيه كحاجة عايشينها. ولما بندخل أديرتنا اللي لها تاريخ قرون، الحوائط امتصت الصلوات الكبيرة والكثيرة التي رفعت، التسبيح والألحان، كل دي صور من صور التاريخ اللي هي بحب ان احنا نهتم بيه جدا ونشرحه ونبسطه ونفهمه. وندور في بطون التاريخ سنجد كيف يعمل الله وكيف ينطبق علينا لا أهملك ولا أتركك. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. ولا ربنا كل مجد من الليل وانك سابت ريك ايوك ايوم نبماتي كنين كاي كيستوس ايون استون ايون امين انو شبون انقوم مجيو بنشوين سيزوز بخريسوس موني سيتين امني سماري بكناين امتكيريني اوين صبتن بكلاوس صد يمونو نانا كيتشيت خريس موزيس تيمتو ابن ديمت شي سيدك ديمت خلو انت يكوب بنو غنا انت مصوصا بكد يسو بندي داميت سوفيان تي سولومون ممن مبارك لي دوبي دوبي جين يا بوستولوس في زبي عريب انقريب طاهو يرات من بنيوت الطايو تنهار شيرب سبابا أبطا وادروس من بنيوت متروبوليتيس أباويسا من بنيوت نيبس كوبوس أبصر أبامون من بنيوت نيبس كوبوس نيت كيني من نودين ديد وفي تقروج النوس رونوس لان ميشون بنمان سيون هير Dev semiyoy nugaji tiro sabesi de noy çarav gen kole. Dove ben su seri un devkeni no binani bol keno erin kadam ne işte na kiriyele son kiriyele son kiriye log son amin ismu ero ismu ero istime tani kone un bi ismu. Ne taraf Allah aleyna ve barikna ve zuruk aleyna ve rahmna ya Rabbi khalli şabek ve barik mirasak ve rfahum bi işar salib muhi bi sualat ile terfahan nafi كل حين وليت الإله القديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسرافيم وكل الطغمات كل الذين أرضوا رب أعمالهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة، بركة أمنا العذراء أولا وأخيرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا، أمين. بخريستوس بالنوت أمين. أيها المسيح إلى هنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. تقدس اسمك ويأتي ملكوتك ويكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض وخبزنا لنا الغد
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد لابد. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد شركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون ومع روحك ايضا. اسمع